مرحبا، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده ومهنيين. اليوم جيت نتقاسم معاكم وصفه القطايف بالكريمه او الكنافه بالقشطه، وصفه رمضانيه بامتياز وسهله ولذيذه جدا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لاول مره يشوف قناتي دير الاشتراك ويدق على الجرس باش يوصلو كل جديد. نتمنى تدعموني باللايك والبارطاج. والمقادير هي: عندي القطايف تكون رقيقه، لي شوفو دونج كنافة تكون نوعية رقيقة. للكنافة عندنا السكر والسمن، عندنا مغرف سكر كلاسي ونص كوب سمن دايب. والكريمة مقاديت على الكريمة عندي 250 ملليلتر حليب، عندي مغرف كبيرة كريمة طازجة تكون إيباس، عندي زوز مغارف كبار وافيين تاع الفارينة، وعندي زوز مغارف كبار سكر، وعندي ماء ورد مش نعطروها. هنطيب القطايف تاعي في المول هذا، ابعاد تاعو 22 سنتيمتر. دونك نجيب القطايف تاعي كنافه نحلها ونقطعها شويه. انا نحتاج 250 غرام، هذه القطعه ديال 200، العبوه كامله ديال 400. دونك نزيد شويه، عندي 250 غرام تاع الكنافه قطعتها. دونك نزيد لها مغرف كبيره تاع السكر كلاسي، السكر هو يعطينا كولور شابه كي طيب. نزيد السمن، السمن يكون دايب وبارد. نشخشخ مليح الكنافة تاعي، القطايف تاعي لازم تتغطى كاملة بالسمن. دركا نجيب السنيوة تاعي، ما ندنها ما والو، السمن اللي في القطايف تكفي. نحطها نضغط عليها مليح هكا. هذه الخطوه دائما ندير قبل ما ندير الكريمه القشطه، خاطر كي تطيب القشطه تكون كلشي واجد، لازم تكون القشطه سخونه ما نخليوهاش تبرد. دركا نوجدوا الكريمه تاعنا. عندي الحليب، من الافضل يكون الحليب كامل الدسم مش القشطه تاعنا تجي غنيه غيش. نزيدوا لها السكر ونزيدوا لها 3 مغارف كبار وافيين تاع فارينة ونخلطوا، ونزيد مغرف كبيره كريمه طازجه تكون ايباس، ونزيد شويه ماء ورد، وبعد كي تطيب نزيد لها. نديها فوق النار، حطيتها فوق النار، نقعد نحرك فيها، راهي بدات تختار. هاي اختارت تبدا تبقبق، نطفي عليها ونزيد لها ماء ورد حوالي مغرف كبيره. دوك نديها نفرخها فوق القطايف قبل ما تبرد. دوك نجيو نفرغوا الكريمه فوق القطايف، مادامها سخونه ما تسهل عمليه الفرد. نصبوها هكذا، ما نخليوش الكريمه توصل للطراف. دركا نزيد القطايف بشويه، نحطهم هكذا بشويه بشويه، نغطيوها كامله، نضغطوا عليها شويه. ندخلها الطيب في فرن مسخن 180 درجة، تقعد لي من 30 دقيقة ل 45 دقيقة. صدي بون فوقتاكم حتى تولي الكنافة تاعنا تولي دوغي. راهي وجدت، قلبتها في صحن التقديم. دوك نجي نعسلها، عندي نص كوب تاع عسيلة، نعسلها هكذا. تقدروا تزيدوا عند التقديم، زيدوا العسيلة عند التقديم. ونزينها بمكسرات اللي عندي.
وجدت وصفه ثلاثه، يوم كنافه بالقشطه او القطايف بالكريمه، جات بنينه، جات اروع ما يكون. نصيحه واحده، قدموها دافيه ولا قدموها بحراره الغرفه. اتمنى تدعموني باللايك والبارتاج. هيبقى على خير، سلام.